على مدار نحو عام عملت مصر سياسيا ودبلوماسيا على خفض التصعيد في السودان بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة كما فتحت مصر أبوابها للشعب السوداني شقيقة حيث استقبلت أكثر من 232 ألف ضيف سوداني على أرضها منذ اندلاع الازمه السودانيه سخرت مصر كافه مؤسساتها المعنيه لاحتواء الازمه وحقن دماء الشعب السوداني في اطار السياسه الخارجيه المصريه وثوابتها المتمثله في استقرار ووحده السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخليه وسلامه شعبه الشقيق وتقديم كل المساعدات الممكنه. الجهود المصريه المكثفه لحل الازمه في السودان تمثلت في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وتاكيده على نزع فتيل الازمه واتصالاته مع كافه الاطراف السودانيه حيث اكد الرئيس خلال لقاءاته مع رئيس مجلس السياده السوداني عبد الفتاح البرهان مواصله مصر لسياستها الثابته والداعمه للسودان الشقيق على كافه المستويات وثمن البرهان المسانده المصريه الاخويه للحفاظ على وحده وسلامه واستقرار السودان خاصه من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الاشقاء والذي يمثل امتدادا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الاقليمي بالكامل الرئيس السيسي اجرى ايضا العديد من الاتصالات مع نظرائه في افريقيا وكذلك مع زعماء الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده والدول العربيه والاسلاميه لحلحله الازمه في السودان ومنعه من الانزلاق نحو الفوضى ومع استمرار الأزمة السياسية كانت مصر حاضرة في المفاوضات بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية وقد بادرت مصر باستضافة قمة تشاورية لشركاء الإقليميين للسودان في أبريل 2019 بهدف رأب الصدع وحلحلة الخلافات بين كافة الأطراف السودانية بشقيها المدني والعسكري كما استضافت القاهرة أيضا في أغسطس 2019 اجتماعا بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية وشاركت مصر في التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي المعارضة في السابع عشر من أغسطس من عام 2019 وفي مارس من عام 2022 نظمت الفصائل الاتحادية السودانية بالقاهرة فعاليات إعلان الوحدة الاتحادية التنسيقية وفي هذا الاطار شغل ملف السلام والاستقرار قلب الاهتمام المصري، واسفر عن اتفاق بتشكيل قوات مشتركه تحت اسم القوى الوطنيه المستدامه للسلام في دارفور، وشاركت مصر في اغسطس 2020 كشاهد وضامن في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق جوبا للسلام. هكذا بات موقف مصر ثابتا وراسخا منذ اندلاع الازمه في السودان، لتواصل مصر تاكيدها مرارا وتكرارا. على احترام خيارات الشعب السوداني وتطلعاته نحو الاستقرار والامن